الجزائر والسعودية وبينهما إيران. لما السعودية أطلقت عاصفة الحزم في اليمن كان في توقع أن كل الدول العربية هتقف مع السعودية، إلا أن موقف دولة الجزائر الشقيقة كان موقف مخالف. الجزائر الدولة الوحيدة اللي رسميا اعترضت على عاصفة الحزم ولم تشارك فيها، وقالت موقف رسمي أنها ضد عاصفة الحزم. في دراسة مهمة على موقع الجزيرة نت ومواقع أخرى، هذه الدراسة بترصد العلاقة التاريخية اللي بين الجزائر وإيران، وبالتالي بتمثل ضغوط على السياسة الجزائرية في هذا الإطار. ببساطة، الجزائر حريصة أن يكون عندها علاقة كويسة مع إيران، سواء أيام الشاه أو أيام الخميني. أيام الشاه كان دور الجزائر رائع الحقيقة، فإنها تقرب بين العراق وإيران أثناء الصراع والمشاكل الحدودية. والرئيس القوي هواري بومدين هو اللي قعد صدام حسين وشاه إيران وأنجز معهم اتفاقية الجزائر 75 اللي هي اتفاقية الحدود. سقط نظام الشاه، كملت الجزائر مع النظام الجديد. صحيفة الشرق القطرية بتقول إنه في هذا الموضوع من المؤكد إن الضابط اللي كان جنب الخميني أغلب الوقت والطيارة جاية من باريس رايحة طهران، هذا الضابط كان من المخابرات الإيرانية الجزائرية. ده كلام الشرق القطرية، إنه المرافق اللي كان مع الخميني هو ضابط مخابرات جزائري. بعد كده العلاقة كانت قوية بالخميني. لما إيران قطعت علاقتها الدبلوماسية بأمريكا، اللي قامت برعاية المصالح الإيرانية في أمريكا الجزائر. أزمة الرهائن اللي توسطوا للحل الجزائر. ده مش معناها إن الجزائر يعني بيقولوا هذه العلاقات من أجل محور جزائري إيراني، لا، إنها من أجل إن يكون لهم دور مهم في الوساطة بين إيران برضو النظام الجديد وبين النظام العراقي وبين المحور أو المشرق العربي. بعد كده جت الحرب العراقية الإيرانية، الجزائر خدت موقف على الحياد، أغلب الدول كانوا مع العراق. الجزائر قالت لأ، نلجأ للوساطة والتفاوض. وزير خارجيتها قتل وهو في طيارة، وقعت بيه الطيارة على الحدود التركية العراقية في أثناء جولات الوساطة. والجزائر كانت جادة في الوساطة بين العراق وإيران لدرجة مصرع وزير خارجيتها هو في هذه الجهود، لكن لم تنجح الوساطة الجزائرية كما نجحت عام 1975 في عهد هواري بومدين. بعد كده كملوا علاقات كويسة جدا مع إيران. نيجي بقى سنة 92، الرئيس بوضياف رئيس الجزائر اللي أغتيل. لما الرئيس أغتيل، إيران طلعت أيدة الاغتيال رسميا. المخابرات الجزائرية القوية لقت إنه إيران بتدعم خلايا ومجموعات داخل الجزائر وبتدعم جبهة الإنقاذ عباس مدني علشان ياخد الجزائر وتبقى دولة لها علاقة قوية دينيا وسياسيا بإيران. قطعوا الجزائر للعلاقات مع إيران. جاء الرئيس بوتفليقة رجع للخط التاريخي، لأنه كان زمان وزير خارجية بومدين وكان موجود في اتفاقية الجزائر، فهو قال لا، نرجع تاني إلى علاقات كويسة بين الجزائر وإيران. واستمر ده ماشي لفترة، وده ما كانش عامل ضرر كبير على الإطلاق بأي بلد عربي. لكن لما حصلت عاصفة الحزم والسعودية فوجئت إن موقف الجزائر رسميا هو عدم التعاون وعدم دعم عاصفة الحزم، وإن الجزائر مع حل سياسي وإن الكل يجي لكن لابد إن يكون الحوثيين طرف من الحل وهم كمان يجوا الجزائر في إطار مفاوضات، ده ضايق السعودية. الإعلام الجزائري بدأ بقى يتكلم إن في تضييق على الطيران الجزائري في المجال الجوي السعودي وقت إجلاء الرعاية الجزائريين في اليمن، إن هم عملوا بشكل مش كويس، إن في مطار جدة عانوا شوية. كلام في الإعلام الجزائري إن السعودية كانت متضايقة جدا ولا تزال من موقف الجزائر من عاصفة الحزم ومراعاة الجزائر علاقتها بإيران في هذه الأزمة. الجزائريين كمان طبقا للصحافة وتحليلات أخرى مستائين، وفي رأيهم إن السعودية ساهمت في إن سعر النفط ينزل ويتراجع، وإن ده أدى إلى أزمة اقتصادية كبيرة في الجزائر اللي دخلها 95% من دخلها
بيعود إلى النفط، فلما النفط ينزل ده أدى إلى أن الجزائر يكون عندها وضع اقتصادي أسوأ مما كان. هو ما كانش وضع سيء بس وضع اقتصادي يسوء في الجزائر. المهم حاول رئيس بوتفليقة بعت وزيره الأول إلى إفريقيا، راح أنجولا، غينيا الاستوائية، نيجيريا، كان بلد اللي هي فيها البترول، بيحاول يوزن لرفع سعر البترول. إنما في المجمل الصراع كما يلي: إن تاريخيا في علاقة بين الجزائر وإيران. اثنين، العلاقة التاريخية دي في زمن الشاه، في زمن الخميني. ثلاثة، واجهت مشكلة لكن جاء رئيس بوتفليقة رجع العلاقات كما كانت. أربعة، إن عاصفة الحزم السعودية فوجئت بموقف الجزائر. خمسة، الإعلام الجزائري بيقول إن السعودية وراء تراجع سعر النفط وده أضر بالجزائر. ستة، السعودية بتقول ما ينفعش موقف الجزائر يكون على الحياد وترى علاقتها بإيران ينبغي أنها أن تكون مع السعودية. ده توصيف الموقف الجزائري من عاصفة الحزم ومن الحوثيين ومن إيران ومن قيادة السعودية للتحالف. طبعا ده موضوع في منتهى الأهمية والخطورة، لأن الجزائر دولة رئيسية في المغرب العربي وشمال إفريقيا، والسعودية دولة رئيسية في المشرق العربي، وإن العالم العربي في أمس الحاجة إن لو في مسافة للاختلاف أو مساحة للاختلاف أو في تباين في بعض المصالح، إنما لابد إن هذه المحاور العربية الرئيسية وعلى رأسها الجزائر والسعودية وبينهما مصر، وليس الجزائر والسعودية وبينهما إيران، ينبغي ده يكون واضح تماما إن لابد من تكتل عربي قوي، ونضع الخلافات في إطارها المعقول، وندرك إن في مشروع إيراني تركي إسرائيلي من أجل الاستيلاء على المنطقة، وأنه لا يوجد للعرب إلا العرب، ولا يوجد عونا لنا من بعد الله إلا أنفسنا. وإذا العالم العربي تمزق على نفسه وعمل حسابات تختلف فيها كل عاصمة عن الأخرى، ده معناه أن احنا هنكون أكتر وأكتر أمة في خطر. يسرني أيها الإخوة والأخوات أن أعلن على أسماعكم بأنه وقع الليلة البارحة اتفاقا شاملا يسوي جميع المشاكل القائمة بين البلدين الشقيقين إيران والعراق.